كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 191.1 نقطة لشهر أكتوبر الماضي، مسجلاً تراجعاً في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 38.5% مقابل 40.3% في شهر سبتمبر الماضي. أرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.1% ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.9% ومجموعة الخضروات بنسبة 2.5% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.1%. أكدت الحكومة السعي لتعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية. وفي هذا الإطار أفاد المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال أن الطاقة الإنتاجية لشركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للوزارة تبلغ نحو 8000 طن شهريا، منها 7000 طن مخصصة للبطاقات التموينية. احنا النهارده بنتكلم في شركه النيل للزيوت والمنظفات، تعتبر واحده من اقدم الشركات العامله في هذا المجال. اسست سنه 1946، يعني اكثر من 72 سنه هي بتعمل في مجال الزيوت والمنظفات. شركه بتمتلك المصنع الرئيسي للمنظفات في محافظه اليوبيه هنا في منطقه مسترود. طاقته بتصل في الشهر الى 1000 طن من المنظفات، وبيتم البيع من خلال المنظومه التموينيه او المعارض الثابته. والشركه بتمتلك 10 معارض ثابته في معظم محافظات الجمهورية، غير طبعا المعارض زي أهلا رمضان وأهلا مدارس. احنا هنا بنتكلم في معرض رئيسي للشركة، بالإضافة إلى الزيوت اللي موجودة في الشركة اللي تابعة لشركة قابضة للصناعات الغذائية. عندنا مصنع في أسيوط ومصنع في سوهاج بينتج في الشهر حوالي 7000 طن شهريا من الزيوت اللي بيغطي احتياجات المنظومة التموينية أو البيع الحر. والهدف من وجودنا هنا أنه عودة الروح وبسها مرة أخرى في المنتجات الوطنية، هي 100% إنتاج وطني، 100% عمالة مصرية. احنا حضرتك يعني يمكن شركة النيل من الشركات اللي أصلا منتجاتنا الحمد لله كلها مباعة. احنا حضرتك بنوزع منتجاتنا كل شهر على 1300 فرع اللي موجودين على مستوى الجمهورية التابعين لشركة القابضة والصناعات الغذائية، شركات الجملة والشركة المصرية أهرام والنيل ومجمعات اسكندرية. كل منتجاتنا موجودة في مستوى على مستوى الجمهورية في 1300 فرع، فإحنا منتجاتنا تكاد تكون من على خط الإنتاج. إحنا بنشتغل حضرتك 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 30 يوم في الشهر، ما بنتوقفش تماما، وإنتاجنا إن شاء الله مغطي السوق. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك بلس، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.8% لتسجل 81 دولار و43 سنتا للبرميل. بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط فقد وصلت قيمته وحقق نسبة تغير ب 1.9% ليحقق 77 دولار و17 سنتا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.6% لتصل وتحقق 2.74 دولار للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتسجل ما قيمته 3.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت وكالة موديز من نظراتها المستقبلية للتصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة الأمريكية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون. ذكرت وكالة موديز أن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونغرس الأمريكي يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون. جاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش من التصنيف السيادي في هذا العام بعد جدال سياسي استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي.